السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بواحد الوصفات تاع السردين بنينة بالبزاف. إن شاء الله تابعوني وتشوفوا كيفاش رايحة نطيبها، وإن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله تجربوها. عندنا السردين مغسول ومنقي من قاع الأشواك اللي فيه. أنا الله غالب ما صبت من السردين يعني صغير شوية، صبته من ذاك الخشين وعذبني شوية باش صنعته من هذاك الشوك هذاك اللي فيه. نحيت له مام هذاك الظهر اللي فيه، يعني تنقيه مليح مليح كي شغل كي راح ديري الدولمه. عندنا زوج حبات طوماطيش مقطعين دوار، عندنا زوج وريقات رند، عندنا البصل، عندنا بصله مقطعه دوار رقاق كما راكم تشوفوا، عندنا المعدنوس كميه معتبره مقطعه رقيق، عندنا الحار دقيتهم كل شيء، دقيته في المهرز، الثوم والبصل والحار دقيتهم قاع في المهرز، كل واحد دقيته وحده باش تعرفوا شا درت وشا ما درتش في هذا البلا. عندنا الثوم، عندي 4 نيبان كبار تاع الثوم، عندي بصله صغيره تاع عندي بصله صغيره يعني دقيتها في المهرز ثاني، هي الحار اللي ما ياكلش الحار يعوضه بالطرشي خضره، طرشي خضره تعطيك نفس البنه تاع الحار يعني بنه الفلفله. لي زيبيس عندي فلفل الكحل وفلفل الابيض، واللي ما عندهاش فلفل ابيض تستغنى عليه دير غير فلفل الكحل عادي يعني. عندنا الكركما، عندنا شويه راس الحانوت ماشي بزاف، عندنا الكمون، عندنا البابريكا. قلنا الكركما، الفلفل الكحل، فلفل الابيض، كمون، بابريكا، راس الحانوت، الفلفل، الملح ما رانيش دايره بزاف خاطر السردين ديجا راني ملحاتو. نبداو على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. نحطو السردين تاعنا في الصلاديه، ونكونو حطينا المقلة اللي نطيبو فيها تكون شوية ثقيلة، انا عندي هذه ثقيلة بزاف يعني نبغي نطيب فيها، ما عنداش بواني التحامي معليش نطيب فيها، ما نجيبش نستغنى عليها باسكو طيب لي مليح. قالك لا فيي مغميت في دو بون سوب، واحد ما يستغناش على حاجة كي تكون نافعاتو. ولا بعد ما حطينا السردين تاعنا في الصلاديين، انا كنت كبير راح نقسم حبه على زوج، ما كي يكون السردين يعني متوسط صافا من ما كان لهنا نقسموا الحبه على زوج. نخلوه هكذا كامل، وانتيا والاختيار تاعك، الا بغيتي مام الا كان سردين مويا ولا صغير بغيتي تقسمي الحبه على زوج كيما تبغي. المهم اللي ننصحكم بها ما تربزوش السردين، خلوه كامل، خلوه كيما راه. رايحه نستمر يعني بهذا العمليه هذه حتى نقلع، حتى نقسم كاع الحبات تاع السردين على زوج. فوالا انا من بعد ما كملت قسمت السردين كاع على زوج، غير قلت لكم غير على جل اللي كبير، سينو ما نقسموش على زوج كبير بزاف. نحطوا المعدنوس تاعنا، بعد ما حطينا المعدنوس تاعنا نديروا الدرسه، نديروا هذاك الحار، قلت لكم تنجموا تعوضوا الحار بالطرشي الخضراء باش تعطيكم يعني البنه تاع الفلفله فيه. حطينا البصل، البصل والثوم والحار، ونحطوا التوابل تاعنا كما قلت لكم فلفل، كمون، ملح، راس الحانوت والعكري والكركمة والكركم. ونزيدو معاه الزيت، ما ذكرتها لكمش في الاول سمحوا لي، نزيدو معاه الزيت شويه زيت نديروها مع السردين، ونخلطو بيدنا مجرد ما نخلطو برك ما نربزوش. ولا غير نخلطو برك نحرصو ما نربزوش السردين تاعنا،
وإلا كان صنعتيها على البكري ودرتي له هذا الدرس كامل وخلطتيه وكل شيء، يعني ماذا بيك مادام يبقى فيها في ذاك الدرسة هذيك وذوك التوابل وكل شيء، مادام يشرب يزيد يبنان كثر. صدقوني يعني هذا البلا يجي بنين بزاف، يكون ديجا يطيب ريحته ما شاء الله. ان شاء الله تجربوه وتفهموا علاش راني نقول لكم هكا. بعد ما سخنت المقله درت لها غير شويه زيت، قطرات تاع زيت برك، ورشت عليها هذاك البصل، نرشو بشويه تاع الملح، البصل هذاك نرشو غير بشويه ملح. يعمل حق البصل وحق الطوماطيش يعني يجينا كل شيء بنين. والملح هذاك رايح يساعدنا يعني باش البصل هذاك ما يلصقش في المقلاة، ما ينحرقش ويطلق الجو تاعو، يعني يطيب في الماء تاعو. حطوا الوريقات تاع الرند تاعنا، وللعلم الرند هذا تاع السجره تاعي. ما عنديش جاردان، صغار ساتو غير في البو. فوالا نفرشو الطماطيش فوق البصل، بعد ما فرشنا البصل ودنا الطوماطيش دروك نحطو السردين تاعنا فوق الطوماطيش ونسيو نستووه كاع مع المقلة. سمحولي كان لازم ليا نوجه لكم السردين ليكم لله غالب. فوالا نستووه هذاك السردين كاع مع المقلة تاعنا، هو راه يطيب غير في غرضو، ونغطوه. فوالا حتى حاجة ما تروح معايا انايا، طبيعة الله غالب. حتى الريحه كي يكون يطيب، واش نقول لكم واش نقول لكم. بعد ما ستفتو يعني في المقله درك نغطيه. انا غطيته بالبلا اللي راح نقلب فيه الخبزه تاعنا. وانا كما راكم تشوفوا مادام يغلي، مادام يطلق هذاك لاصوص تاعو، هذيك لاصوص انا ما نخليهاش تنشف هكذاك، لازمني نلمها في لو بول. هذا وين بدا يطلق لاصوص انا اللي نسيبها نلمها، ما نخليش ينشف غير هكذا، خاطر هذيك لاصوص عندها واحد البنه ما نقول لكم شي. لازم لكم تجربوا هذه الوصفه، هذه لازم لكم تجربوها. بنا ولا أروع.
نستمروا هكا نغطوه، وبعد كي نحو عليه الغطاء نصيبوا لاصوص تلايمت، نرفدوها بالمغرف، نلموها في البول حتى نشوفوا لاصوص تاعنا نشفت. تنجمي ترافقي هذا البلا هذا مع شويه تاع الفخيت مع على سلطة. شفتوا لاصوص تاع واش على شابه؟ شوفوا ما شاء الله شحال شحال لايمت لاصوص، تكفي كاع العائله. ما شاء الله. أنا بهذه الكيفية هذه لا ينتقع هذيك المرقة هذه. هنا تنجموا تقولوا يعني نشفت من المرقة، لازم لي نقلبها، نقلبها باش تطيب على الجهه هذه اللي راهي من الفوق، نقلبها للتحت باش تطيب كما نقلبوا الاومليت، كما نقلبوا لي فخيت اومليت. فوالا هنا من بعد ما قلبتها هنا راكم تشوفوا الطوماطيش والبصل من التحت، دوك الوريقات تاع الرند. تزيد تطيب شويه من الجهه الاخرى راكم تشوفوا، ومن بعد نقلعها ونقدمها مع لاصوص هذيك اللي كنت لايمتها لاصوص. نعاود نقلبها في المقله، كي نقلع هذه الخبزه نقلب هذيك لاصوص في المقله تزيد تطيب شويه، ونصفيها في صفايه دون زان بول، ونقدم يعني كل شاك يعني كل فرد من العائله تاعك تعطي له لاباغ تاعو مع لاصوص. هذه هي، ونقول لكم ان شاء الله تعجبكم الكيفيه تاع اليوم، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، ويعني ردوا لي الخبر. نقول لكم بقاو على خير، تهلاو في رواحكم، وربي لقينا في ساعه خير، والى كيفيه اخرى باذن الله. مع السلامه خواتاتي، تهلاو في رواحكم.